ندير مدرسة في السمير الفوق ما عرفتش انا اشنو المشكل اللي واقع. هادشي اللي بان ليا دابا خصنا نفهم علاش هذا المشكل اللي واقع، علاش وليت تحبس وفيه السكر مريض ومحبوس ليا في الفوق والصداع نايض وكل واحد ديال الجمعيه ديالو ما فهمناش اشنو. انا براسي ما فهمتش اشنو. وحزين الدراري بهاد العباره هادي، محزوزين في الاقسام ديالهم. هادشي راه عيب وعار. حنايا راه صبرنا غير تاعينا على هاد العمل هذا. انا بداك بدوري انا راه انفعلت واحد الانفعال اللي هو ما عادش نقول لكم كيفاش داير، ولكن تنطلبوا من الجهات المسؤوله يفتحوا واحد التحقيق معمق بحال هاد المسائل هادو. ما خصهمش يكونوا هما اللي تيربوا لنا هاد الاجيال اللي بغينا حنا الاجيال ديالنا يكونوا من داك الشر الرفيع. ويعني تشوفوا هاد المنطقه بانه علاش 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 خرج فيها الارهاب بهاد الطريقه تاع التعليم، بهذه الطريقه التعليم. هذا الارهاب ديال الطفل راه لا حول ولا قوه الا بالله.